قصة نجاح أخرى، حيث استطاع أحد أبناء الإمارات توفير منتجات زراعية تعتمد على أحدث التقنيات التي تعزز الإنتاج والجودة وتجعل الزراعة مستدامة عبر التنوع في الزراعة السطحية والمحمية. تفاصيل محمد الزعابي. ما بين الزمان والمكان قصة ماثلة أمامنا هنا من مدينة كلباء، نقف وإياكم عند أحد الأمثلة الرائدة في الزراعة المحلية لنسرد لكم رحلة الإرادة القوية التي جسدها أحد أبناء الإمارات، والذي أحب الزراعة منذ صغره، تعلمها فأبدع في إنتاج خيرات هذه الأرض الطيبة. الزراعة هي العنصر الأساسي في التغذية. طبعاً نحن مهتمين بالزراعة وعندنا عدة مزارع، ونحن أنا بالذات عندي مشروع زراعي مكون من 7 مزارع. الإنتاج طال عمرك في اليوم يعني يعادل ما بين 3 طن إلى 2 طن إلى 2.5، يعني ما يزيد الآن، لكن في الشتاء يزيد يوصل إلى 5 طن إلى 6 طن من جميع الأنواع الخضار. الوزارة البيئة وجزاهم الله خير مشكورين، ما مقصرين بالدعم، دعمونا بذور الخيار، بدعمونا بذور الطماط ومواد الثانية، المواد الأسمدة ومواد الأشياء. فهي طبعا الدعم الزراعي 50% من قيمة الأسمدة ومن قيمة البذور. من يوم تربيت وشفت أهلي أمامي أن يزرعون وحبيت الزراعة وأنا صغير وأنا طفل، يعني تعلمت الزراعة وأهلي وتعلمت وحبيت هوايتي في الزراعة. يعني أنت ما أدرك إذا يوم ما أروح للمزرعة هذه وما أشي ما أحس بالراحة، وإذا كان مهما كان بالي مشغول أو مهموم، أي بس وسط هالزرع أمشي كده راح بالي يرتاح. أنت الزرع هذا تحس بيه، تربيه مثل ما تربي ابنك، لأن أنت لما تيجي وتشوف الزرع، شيء من الزرع متعوق أو شيء من الزرع مريض، تحاول أنك مثل ما تكون تركض ولدك للمستشفى، هذا تحاول أن تأتي لأي مهندس لأي مختص لأي خبرة يكون تعالج هذا المرض اللي في هذا الزرع. أي شيء تحب فيه تنتج فيه. أنت هاي الشغلة حبيتها، زراعة نحن هواها، هواية وحب الزراعة، إنزين، فنحن لازم نهتم بهذا الشيء.